بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي عالم الأديان وفي عالم الأعياد في الأديان وخاصة في الدين الإسلامي أن هنالك عيدان يكتسيان الطابع الديني: عيد الفطر الذي يأتي بعد تأدية ركن الصيام، فهو فرح بتوفيق الله تعالى عباده لتأدية الطاعات التي تقرب إلى الله ويحقق بها التقوى الذي ينال به خيرات الدنيا والآخرة. وهنالك عيد الأضحى الذي يأتي بعد تأدية الركن الأعظم للإسلام هو الحج، فيأتي فرحا لتوفيق الله إذن وتسديده للعبد لتأدية هذه العبادة العظيمة التي تتطلب من الإنسان التضحية بالمال والوقت والجود ولكي يحقق منافع شتى، كما قال تعالى سبحانه عز وجل: منافع لهم فيه منافع، منافع دنيوية وأخروية. ولذلك سد باب المسلمين عن كل عيد آخر لهذه الأقوام والقبائل والحضارات السابقة، فجاء الإسلام مهيمنا في نسخته النهائية على كل دين سماوي سابق، وجاء القرآن مهيمنا على كل الكتب الأخرى التي امتدت إليها أيادي أهلها بالتحريف. وتكفل الله بحفظه القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول هذا ونحن نرى أن في خلال أيام السنة كلها تجد أن هنالك أعيادا كثيرة لأناس كثيرين، لأصحاب ديانات كثيرين، لأصحاب حتى بعض الأفكار الإلحادية وحتى بعض الطقوس التي يكون أصلها عياذا بالله إلحادي، فيكثر هذه الأعياد. المسلم بإذن الله تبارك ويتربى على مسألة تقديسه لعيدين فيحتفل فيهما بما شرعه الله تعالى من الصلاة والذكر وصلة الأرحام وكفى، ثم ينشغل بإذن الله بطاعة الله في اليوم كله، حتى أثر عن السلف الصالح يقولون: كل يوم لا أعصى فيه الله فهو لعيد، أي ربطوا أعياد المسلم بطاعة الله وعدم عصيان الله، لأن طاعة الله تورثك الفرح في الدنيا وتورثك الفلاح يوم القيامة. إذن هذا هو المقياس. في كل يوم نسمع عن أعياد: عيد الحب، عيد الشجرة، عيد، وفي 31 من هذا الشهر وهو يوم الغد يحتفل العالم الغربي وخاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا بعيد يسمى الهالوين. طبعا هذا عيد فيه الكثير من المعتقدات، معتقدات وثنية اختلطت بمعتقدات أخرى نصرانية وغيرها، لكن مجمل الفكرة تقوم على مسألة عودة الأرواح، وخاصة أرواح الموتى الذين ماتوا في خلال العام، فتأتي لكي تعود إلى هذا الوجود فتحل في أرواح الكثير من المخلوقات، وبذلك هم يتشائمون من عودة هذه الأرواح، يخافون بما يمكن أن تقوم به من أذى للبشر. هذه فكرة والعياذ بالله، عودة هذه الأرواح هذه فكرة وثنية، فكرة عند بعض أهل الأديان، وإحنا ربك يقول في القرآن في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، واسمع اسمع، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الذي مات وخرج من هذه الدنيا لا يمكن أن يعود إليها، حرام عليهم أن يعودوا إلى الدنيا، ولكنهم في البرزخ في مكان الانتظار ينتظرون القيامة لكي يعرضوا على الله تعالى فيحاسبوا، فيجزى المحسن الجزاء الحسن ويجزى المسيء بالجزاء السيء، وهكذا تنفض سوق الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن فعودة الأرواح وتناسخها هذه فكرة بعيدة عن العقل، بعيدة عن الشرع، بعيدة عن الدين. فيقومون في هذه الأيام بماذا؟ باحتفالات. كيف يستقبلون هذه المسألة؟ يستقبلونها بوضع الكثير من هذه التي تسمى، يخفون وجوههم في وجوه
مخيفة، فكأنهم يحاولون أن يشجعوا أنفسهم من أجل الاستعداد لملاقاة هذه الأرواح، يعني هما يريدون تخويف تلك الأرواح بتلك الصور التي يفعلون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا لا أريد أن أدخل معكم بإذن الله في كثير من الأفكار التي تسود وتختلف من جنس إلى جنس ومن بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة، لكن مع ظهور العولمة فإن أمريكا قامت بعولمة الثقافة وصارت تفرض هذا النمط من الاحتفال على أوروبا، والآن كلهم تقريبا يقومون بهذا النوع من الاحتفال، فيجتمعون متنكرين في بعض هذه الصور وبعض هذه من أجل تخويف ما يسمى بالأرواح الشريرة التي تعود. نعم، يعني يخفون أنفسهم في أقنعة ويخرجون هكذا بالمئات والآلاف، يجوبون الشوارع حتى يطمئنوا أنفسهم بأنهم إنما يقومون بتخويف هذه الأرواح حتى لا يقعوا تحت طائلة الخوف المفزع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لحد الآن مسألة عادية، هؤلاء يحتفلون بما شاءوا، عندهم معتقدات يعتقدون كما شاءوا، ولكن المشكل واسمه هو إن شاء الله تبارك وتعالى، المشكل في مسألة واحدة. هي سألتني بعض النساء في أوروبا وقد طلبوا من التلاميذ أن يأتوا للاحتفال بالهالوين أولادهم بلباس خاص، ويقولن لي هل يمكن لنا أن نرسل أولادنا؟ يعني هل ممكن أن يتسامح الإسلام مع أبناء المسلمين ومع المسلمين للاحتفال مع غير المسلم بهذا العيد؟ نقول لكم بالعكس، هل رأيتم في يوم من الأيام النصارى أو غيرهم يأتون بأولادهم ليحتفلوا بعيد الأضحى أو عيد الفطر ثم يقومون بنفس الطقوس التي يفعلها المسلمون؟ احنا ما عندناش طقوس، احنا عندنا عبادات. طبعا الجواب واضح، ليس هنالك أبدا هذه الصورة ولن تجدها. إذن هم لا يحتفلون أبدا بأعيادنا الدينية، وهذا عندهم عيد فيه معتقدات باطلة، فلا يجوز شرعا أن تسمحوا لأبنائكم الذهاب من أجل الاحتفال. لا بد أن تحموا أبنائكم من العقائد الباطلة، هذه مسألة واضحة. ودعوني إن شاء الله تبارك وتعالى أتحدث عن الفكرة الأولى، وهي أولا في كوريا الجنوبية بالأمس وفي غمرة الزحام بهذا الاحتفال 150 ضحية فارقت الحياة، والعشرات إن لم نقل المئات أخذوا على وجه السرعة إلى المستعجلات في المستشفيات، وتدخل رئيس الدولة لكي يقول علينا أن نقوم بالجهد الكافي من أجل استقبال هؤلاء الذين سقطوا بفعل الزحام ولا زالوا لم تخرج أرواحهم، أن نهيئ المستعجلات في المستشفيات بشكل سريع حتى نستقبل هذه الأعداد ونقوم بالواجب. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حدث بالأمس في هذه الأعياد. هل شاهدتم مع كل ما نفعل نحن المسلمون في العالم الإسلامي أنه يسقط الضحايا في أعياد المسلمين؟ هل رأيتم يسقطون في صلاة العيد ولا العيدين؟ هل رأيتموهم يسقطون إن شاء الله تبارك وتعالى حينما ينشغل المسلمون بتقديم القرابين إلى الله تعالى سبحانه عز وجل، الأضحيات إلى المولى، إحياء لسنة إبراهيم؟ لا، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يفقد عقله، الإنسان ليس له ضابط شرعي يمكن أن يرضعه عن هذا الفعل، وتراهم يقومون بأعمال بهلوانية وبعد الزحام لا بد أن يقع هذا. المشكلة هو إذا لم يقع هذا هو اللي تعجب منه، أما في أي عيد من تلك الأعياد التي لا يضبطها الشرع ولا تكون لله تبارك وتعالى إلا وسيكون لها هذا التأثير وهذه الضريبة التي يقدمها الناس. الآن اسمحوا لي إن شاء الله تعالى في النقطة الأخيرة أحدثكم عن الحكم الشرعي في الهالوين عند المسلمين.
علاش عند المسلمين؟ واش المسلمين راهم يحتفلوا؟ نعم، لأول مرة في بلاد الحجاز رأينا احتفالا تماما كما يحتفل الآخرون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه، ولقد رأيت المسلمين دخلوا جحر الضب أقسم بالله في بلاد الحرمين. الله أكبر، في بلاد الحرمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنا نعتقد أن يكون هذا في بلاد شمال إفريقيا، في بلاد أخرى، بلاد الحرمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا عجب. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى الحكم الشرعي للهلوين هو الحرمة، حراما يحتفل المسلمون بذلك. ما هو الدليل؟ أولا لما له من جذور تاريخية، إما وثنية وإما نصرانية. ومثل هذا العيد الذي له جذور وثنية أو نصرانية لا يجوز الاحتفال به من قبل المسلمين. أولا لأن فيه تشبه بالغير فيما يخالف به شرعنا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا شك أن التشبه هنا واضح بما هو مخالف للشرع الحنيف. الثانية هو كونه عيد لغيرنا يجعل الحرمة مصاحبة له، إذ أبدلنا الله تعالى بأعياد ما فيه غناء لنا، احنا مستغنين عليهم. وفي الحديث: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. ثالثا اشتماله على المخالفات الشرعية، ومنها سأنقل إن شاء الله بعض هذه المخالفات أقرأه إن شاء الله تبارك وتعالى من بعض المواقع. اشتماله على مخالفات شرعية منها: أولا اعتقاد عودة الأرواح، وهذا يخالف شرعنا، فالأرواح ليس لها عودة لا سنوية ولا شهرية ولا يومية، فمن مات فهو في البرزخ محجوز هناك، لا يمكن أن يعود إلى الدنيا أبدا، وإنما ينتظر لكي يحشر في دار القيامة، في يوم القيامة. ثانياً اعتقاد أن هذه الأرواح حينما تعود تضر، يعني عندها ضرر، واعتقاد أن هذا الضرر يدفع بمثل هذه الأشياء بحال صور الأشباح والأطعمة. المؤمن يعتقد أن النفع والضرر بيد الله سبحانه عز وجل، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. المؤمنون 88. ثالثا تعويد الأطفال على السؤال من خلال الدوران على البيوت، لأن الأطفال يطوفون حول البيوت من أجل أخذ الحلوى، وهذا أمر غير محمود، إذ الأصل أن يعود الطفل، أن يعود الطفل العطاء للأخذ. المسلم لابد أن نعوده ونربيه على العطاء لا أن يأخذ. والجود للطلب، فاليد العليا خير من اليد السفلى، وإن كان من طلب فيكون من أقرب الناس ومن له صلة بهم، وليس يطلب من هب ودب. وقبل ذلك فإن الطلب يكون ممن بيده خزائن السماوات والأرض، الله. فنحن نسأل الله ونربي أبناءنا على أن يسألوا الله. قال النبي لأبي العباس عبد الله بن عباس بن عم رسول الله: يا ابن عباس، يا ابن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. من جملة أيضا هذه المحاذير بث الرعب من خلال الأزياء والأشكال التي تصاحب هذا الاحتفال، وقد نهى الشرع عن ترويع الآخرين وتخويفهم، فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن السائب عن أبي عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا تروع المسلمين،
لا تروعوا المسلمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال الحديث طويل، لكننا فقط آثرنا في هذا اليوم أن نشير إلى هذا الانحراف، لأنه أصبح بينا وظاهرا في زمن أصبحت في وسائل التواصل الاجتماعي تبث كل شيء. نحن ما كنا نعرف هذا عيد الهالوين، ما كنا نعرفه، ولكن سبحان الله في كل سنة حينما تلتحم الحضارات وتحتك ببعضها البعض، وأصبحت وسائل التواصل تنشر ذلك كله ليسير معلوما عند الناس كلهم، فإن الإنسان أصبح يتعرف على مثل هذه الانحرافات. فكان واجبا على المسلم أن يبين هذا للمسلمين ويحذرهم في زمن الفتنة هاته والتي أصبح الدين غريبا، يحذرهم من مغبة الانجرار وراء كل ما هب ودب وظهر على الأرض من الانحرافات والأعياد الباطلة. وبهذا وجب البيان. أختم. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر، شوف، ذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.